رجعت حركة المغادرين بمطار بيروت الدولي لطبيعتها بعد الإشكال اللي صار بين جهازي أمن المطار وجهاز التفتيش بقوى الأمن الداخلي، وسادت حال من الترقب ظهر اليوم بحرم المطار بعد توقف عناصر قوى الأمن الداخلي عن القيام بتفتيش الركاب المغادرين من لبنان بسبب الإشكال اللي صار، ما أدى لتوقف حركة المسافرين اللي اصطفوا بطوابير بانتظار حل المشكلة بين الأجهزة. بلش الإشكال بحسب ما كشفت البرقية المسربة اللي تحدث فيها قائد سرية مطار بيروت الدول العقيد بلال الحجار متوجه لرئيس جهاز أمن المطار العميد جورج دومت عن وجود عناصر من جهاز أمن المطار عم بيقوموا بتصوير عمل عناصر التفتيش بقوى الأمن الداخلي، ما أدى لحصول استفزاز وانسحاب عناصر قوى الأمن وحصول الإشكال اللي انتشر إعلاميا. تراكمات وقلوب مليانة انفجرت، فاللي صار اليوم مش جديد، فكان في بعض الأمور اللي عم بتصير واليوم أخذت طابع علني. فهيدا الواقعة كان في قبل سلسلة مواجهات بين رئيس جهاز أمن المطار وقائد سرية قوى الأمن الداخلي بعد ما اعتبر كل طرف أنه التاني عم يتعدى على صلاحياته وعم يتجاوز حدوده، واليوم خلاف شخصي بين الضابطين أشعل المواجهة بين قوى الأمن والجيش. وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق قام بجولة بالمطار بعد الإشكال. في سوء تفاهم صار بين الأجهزة تسبب بهذا الموضوع والآن في برقية صحيح هيدي البرقية العادية عشان رفع الجهاز بتاع المطار هذا الموضوع يوضح كل ما رح يجاوب. بعد الجولة ترأس المشنوق اجتماع بالمديرية العامة للطيران المدني بحضور رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج دومت ورئيس جهاز الاستقصاء العميد علي نور الدين، فيما بقي بحسب معلومات صحفية قائد سرية المطار العقيد بلال الحجار خارجه. وبعد الاجتماع أشار المشنوق إلى أن الإشكال انتهى وما رح يتكرر. في بصراحة في مشكل بسيط بمسألة صلاحيات والحل وانتهى عند الموضوع، ما في اكثر من هيك. مين في حاله على اليوم معالي الوزير؟ خطا على مين اليوم؟ على في مش مساله خطا من عندي انه المرسوم تبع المطار بالاساس مسؤوليات المطار فاتح الباب للاجتهادات بطبيعه مرسوم فاتح الباب للاجتهادات. اذا ما في يعني حد ادنى من التفاهم الشخصي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باشر التحقيقات بموضوع توقف حركة المطار والإشكال الحاصل وكلف الأجهزة المعنية بإجراء تحقيق مشترك بالموضوع. المشاكل بالمطار ازدادت كتير بالآونة الأخيرة، الأمر اللي رح يأثر على سمعة لبنان، وبكل مرة عم بتم ترقيع هيدا المشاكل ولملمتها من دون الوصول لحلول جذرية. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.